هنا بقرية إقسطن التي لا تبعد عن عاصمة الولاية عين صالح إلا بأربع وعشرين كيلومتر، تجد المواطن تائها وهو يبحث عن قطرة ماء تروي عطشه، ولم يعد لديه حل سوى نقل المياه من هذه البساتين بعد أن تدهورت وضعية خزان الماء الوحيد المزود للقرية بهذه المادة الحيوية. السبب معروف، الحمد لله كاين الشاطئ وكان مخدوم بالمعايير تاع الصح، ما نلجؤوش للماء هذا اللي للخشه اللي يدخل لها الواحد يولي داخل في الريسك. وهذا الشيء كاع نظرا لما كاش الطرق الوقائيه نتاع الخزان المائي. زعما صايبين نحن نذكروا من الماء نذكروا الماء الصافي. ايه وذاك الثاني نغسلوا وننظفوا به تاع السباله. واليوم رانا احنا نتاسف للاسف على شنو السبب وقف المشروع، المشروع اليوم قال لك راه هو على انجاز نهايه المشروع، واليوم رانا نشوفوا الشاطو ما لحقش العين للناس للشرب للاسف. اول حاجه نطلبوا من السلطات انهم يوفروا لنا الماء على الاقل يقربوه لنا من المسافه اللي نستغلوها مع الشمس ومع تدهور وضعية الخزان وأنابيبه وكثرة التسربات أصبح يثير مخاوف السكان من تنقل الأمراض، ليصبح مطلبهم الوحيد اليوم خزان جديد ينهي معاناتهم. وعن ذلك يجيب نائب رئيس البلدية. بالنسبة للقرية إقسطن كذلك هناك إعادة كاملة تقريبا للقنوات المياه اللي راهي تقريبا طرشات شوية، ولكن إن شاء الله في أقرب الأجل تكون عندنا نهاية الخزان المائي وقناة الجر اللي راهي تقريبا في الإنجاز، بقات منها تقريبا 10% ولا 20% اللي بقات لنا باش ننجزها، ومباشرة إن شاء الله نتحولوا لإعادة قنوات الجر الأخرى بالنسبة للأحياء المتواجدة تاغرم أسول إلى آخره. في انتظار تجسيد الوعود تبقى مياه الفجارة المصدر الوحيد لهؤلاء للحصول على مياه صالحة للشرب في فصل صيف تتجاوز فيه درجة الحرارة في المنطقة 50 درجة مئوية.